احساس بيبقى صعب جدا وانت بتلعب مباراة مهما كسبت فيها انت خلاص في المركز التاني، فالدوافع حتى لو مدير الفني قعد عمل المحاضرة كلها على خلق دوافع مش هيقدر يخلق دوافع، لان انت خلاص الهدف انت عارفه من المباراة. فبالتالي الراجل من وجهة نظري عمل تشكيلة بيجرب عناصر جديدة كانت بعيدة عن المباريات، وقدر النادي الاهلي يحقق فوز. الفوز بالنسبه لي فوز معنوي للفريق كله، وبيدي زي ما قلت بعض اللعيبه زي رامي ربيعه وبيكهام فرص قدام حضرتك، وظهروا الاثنين يعني بصراحه من الناس اللي كانوا متميزين جدا في المباراه. عجبني رامي ربيعه جدا، وعجبني احمد رمضان بيكهام، لعيب واعد. ليه كانت الناس بتهاجم بيكهام يا كابتن؟ هو لحق يلعب عشان حد يهاجمه؟ لا، يعني الفتره من فترات اللي لعب فيها في كل المباريات كانت لك لا غير موفق. بص، اولا انا بشوف اللي ده ما كانش مكانه الطبيعي، ما كانش بيلعب باك رايت. لا بس خلي بالك، هو اصلا طول عمره بيلعب سيرد باك. سيرد باك، ما انت شفتوش في مكانه اللي انت جايبه فيه، انت جايبه سيرد باك، لكن هو بيلعب اضطراري باك رايت على فكره، وادها كويس. يعني خلينا برضه اقول لك ان حسيت بيه كلاعب كوره ان هو بيهاجم، وعمل يمكن كذا كوره عرضيه، وعنده جراه انه بيهاجم وبيكمل ورا الفراوده من الناحيه اليمين بالذات. كان عمل اوفر لمحمد، عمل كوره عرضيه كتير جدا يا كابتن شادي. لكن خلي بالك برضه، انا اقول لك على حاجه، كان موسيماني ما جربش حد كتير جدا موجود، ما كانش بيلعب الا هو رامي ربيعه، وده كان مفاجاه مستواه بشكل كبير جدا لما ظهر بيه وعمل ماتش كويس جدا ولعب يعني بقاله فتره وكويس. لكن خليني اقول لك ان انت كان، انا اعرف ان رامي ربيعه كان في كلام انه يمشي في يناير، لكن عمل مباراه كويسه جدا وعمل مباراه كبيره جدا، فده برضه مشكله رامي الحقيقيه كانت الاصابات الكتير، اصاباته كتير. فالنهارده وبقاله اوقات كبيره يعني بيرجع يلعب بيتالق، ثم ربنا يبعد عنه الاصابات، بتجيله اصابه تعطله فبيقعد فيها وقت طويل جدا. دي مشكله اي لاعب يا كابتن، بس هي كانت كتير قوي عند رامي على مدار سنين طويل. كمان بيكهام زي ما احنا اتكلمنا، راجل جاي بيلعب باك رايت، انا مش هقول بيأدي فيها، لكن شايف مستواه بيتطور فيها بشكل كبير قوي. مكاسب النادي الاهلي من الفوز هي مكاسب معنويه، لكن في بعض اللعيبه من وجهه نظري حسين الشحات علامه استفهام كبيره جدا، ومش عارف ايه السبب على الاداء الخاص بيه. اداء حسين في المباريات الاخيره مش ده حسين الشحات اللي ابتدى مع النادي الاهلي بشكل قوي للامانه. يعني من ضمن الحاجات برضو خسائر النادي الاهلي اصابه اجاي في المباراه دي، من ضمن خسائر لعيب متميز جدا بيصنع الفارق مع الفريق وبيظهر بشكل كويس جدا، حتى وهو قليل فنيا بيظهر بشكل كويس قوي بيحاول. وانا احب نوعيه اللعيب اللي بالشكل ده، اللعيب اللي هو ما بيستسلمش بيحاول حتى لو هو الامور الفنيه صعبه بالنسبه له شويه. محمد شريف واحد من اللعيبه اللي ظهر بشكل كويس قوي، ماسك في الفرصه، وانا بقولها مش من دلوقتي، اللاعب لما يخرج من النادي الاهلي بتبقى صعب ترجع تاني، نوادر. محمد شريف اللي هو يروح ويتالق في انبي ويقعد في عز تالقه والاصرار وهو بيلعب بيهدف وبيحاول، ده لعيب يستحق فانيله النادي الاهلي. بواليا مصاب من ايه؟ من التمرين. اللاعب الافريقي يجي النادي الاهلي يبقى افضل من اللي موجود، يبقى جاي بيساعدني لتحقيق البطولات، يبقى جاي مش معنى للمره المليون، مش معنى للعيب يتالق في نادي، مع احترامي لكل الانديه، في نادي اسمه اقل من النادي الاهلي، اللي هو يبقى نسبه نجاحه كبيره في النادي الاهلي. وحتى لو انا عملت بروباجندا اللي هو احسن مهاجم في مصر، وارد جدا وحصلت مع لعيبه كتير جدا دخلت النادي الاهلي كانوا سوبر ستار في فرقته، كانوا بيشايلين فرقتهم ولو لوحدهم. جم النادي الاهلي عدد المباريات في السنه لا يتعدوا الثلاث مباريات، مفيش لعيب بيتالق ويكسر الدنيا ويجي يقعد يبقى مستسلم كمان اللي هو ما بقاش في التشكيله الاساسيه. اللعب في الاهلي غير. بالظبط. هنقعد نتكلم لحد ما نموت، اللعب في النادي الاهلي غير بشكل كبير جدا. بتلعب النادي الاهلي بيلعب عاوز بيلعب على الثلاثة بونت، بيلعب على البطولة، ده بالنسبة للاعبين يا كابتن والمدربين كمان، للاعبين والمدير الفني اللي موجود. لكن خليني اقول لك النادي الاهلي لا غير اي حد، في لعيبة كتير جدا بتلعب ما عندهاش ضغط تكسب او تتغلب، في فرق افروق
يمكن خلينا اقول لك في الدوري الممتاز في مصر عامه في فرق بتنافس، يعني انت عندك فرقتين او ثلاثه بينافسوا على الدوري، في فرقه تبقى عاوزه وتبقى موجوده في المقدمه، في فرق بيبقى كل التارجت بتاعها ما تنزلش، فبالتالي انت عندك الدوري بتاعك بيبقى مولع من تحت، بتلاقي 7-8 فرق بينافسوا على الهبوط. النهارده لما تشوف النهارده فرقه زي الاسماعيلي او فرقه زي الانتاج الحربي او فرق زي دي وفي المركز الاخير، فانت عندك مشكله كبيره جدا. لكن اللعب في النادي الاهلي يختلف عن اي فرقه في الدوري المصري. لكن خليني اقول لك في مباراه امبارح، لا مباراه امبارح النادي الاهلي كان عنده ايجابيات ان هو كان بيضغط على الخصم بشكل كبير جدا، لكن انت عندك مشكله برضو وهنقولها ان موسيماني ما عندوش حلول في الناحيه الهجوميه، عنده مشاكل كبيره جدا في الناحيه الهجوميه، مش عارف يوظف اللعيبه صح. بالتالي فانت عندك النهارده تثبيت التشكيل مهم جدا في النادي الاهلي يا فاروق، يكون عندك فرقه تثبيت التشكيل مهم جدا في الفتره اللي جايه، خصوصا ان انت هتلاعب في دوري المجموعات هتقابل ثلاث فرق، فرقه قويه جدا زي سان داونز او الترجي او الوداد، فبالتالي انت محتاج تكسب ومحتاج تكسب من البدايه. وبعدين النهارده المباراه دي مش هتقبل الاسم على اثنين، انت لازم تكسب عشان توصل للدور اللي قبله، لان النادي الاهلي ما بيوصلش او ما بيلعبش في البطوله عشان ان انا اخش ان انا بلعب على البطوله عشان اكسب عشان اخد البطوله. صحيح. فبالتالي يكون عندك حلول فرديه او عندك حلول في الناحيه الهجوميه بالذات، ودي هتبقى شغل الشاغل عند موسيماني الفترة. طيب هو طبعا هي النادي الاهلي القرعه يوم 30 ابريل ان شاء الله بالنسبه للدور القدم او دور الربع النهائي. النادي الاهلي هيواجه كل ايا من الفرق الاوائل بالنسبه في المجموعات الثلاثه الاخرى سواء سان داونز او ترجي او الوداد.